إن ارتشاح الأمعاء أو ما يعرف بمصطلح متلازمة الأمعاء المتسربة هو ظاهرة تحدث عندما تزيد نفاذية الأمعاء. هذا الأمر قد يسمح للبكتيريا والسموم بالمرور إلى مجرى الدم، وهذا بدوره قد يسبب التهابا واسع الانتشار في الجسم، وربما يؤدي إلى رد فعل مناعي. ومع ذلك فإن ارتشاح الأمعاء ليس تشخيصا طبيا معترفا به، ويعتقد أنه السبب الكامن لبعض الحالات الطبية مثل متلازمة التعب المزمن والصداع النصفي والتصلب اللوحي. وإليك أعراض وأسباب ارتشاح الأمعاء. أعراض ارتشاح الأمعاء: تتداخل أعراض ارتشاح الأمعاء مع أعراض حالات صحية أخرى، الأمر الذي يجعل من الصعب على الأطباء تشخيصه بسهولة. ولكن قد يسبب ارتشاح الأمعاء الأعراض التالية: الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ المزمن، قلة التغذية، التعب والإجهاد، والصداع والتشوش والارتباك، صعوبة في التركيز، المشاكل الجلدية مثل حب الشباب والطفح الجلدي والإكزيما، آلام المفاصل، التهاب واسع الانتشار، أعراض أخرى مثل آلام البطن والربو، آلام العضلات المزمنة وعسر الهضم، التقلبات المزاجية والعصبية، نزلات البرد المتكررة وضعف الذاكرة، والتهابات المثانة المتكررة وضيق التنفس والقلق والتهيج. أسباب ارتشاح الأمعاء: لا يزال ارتشاح الأمعاء لغزا طبيا، وما زال الخبراء الطبيون يحاولون تحديد أسبابه على نحو صحيح. وإليك بعض الأسباب والعوامل التي يعتقد أنها تلعب دورا في التسبب فيه. الإفراط في تناول السكر: إن النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر وخاصة سكر الفركتوز قد يضر بوظيفة جدار الأمعاء كحاجز. الأدوية المضادة للالتهاب غير الستريدية: إن استخدام الأدوية المضادة للالتهاب مثل الأيبوبروفين لفترة طويلة يمكن أن يزيد من نفاذية الأمعاء ويساهم في ارتشاح الأمعاء. الإفراط في تناول الكحول: حيث أن تناول الكحول بشكل مفرط قد يزيد من نفاذية الأمعاء. سوء التغذية: إن نقص كل من فيتامين ألف وفيتامين دال والزنك يرتبط بزيادة نفاذية الأمعاء، والذي بدوره قد يؤدي إلى الارتشاح. الالتهاب: إن الالتهاب المزمن المنتشر في جميع أنحاء الجسم يساهم أيضا في الإصابة بارتشاح الأمعاء. التوتر والإجهاد: من العوامل المساهمة في العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، والتي من ضمنها ارتشاح الأمعاء. سوء صحة الأمعاء: من المعروف أن هناك ملايين البكتيريا الموجودة في الأمعاء، بعضها مفيد وبعضها الآخر ضار، ولكن عندما يتم فقد التوازن بينهما فذلك يمكن أن يؤثر سلبا على وظيفة الحاجز للجدار المعوي. النمو المفرط للخميرة في الأمعاء: إن الخميرة تتواجد بشكل طبيعي في القناة الهضمية، ولكن نموها بشكل زائد قد يساهم في ارتشاح الأمعاء. هناك بعض الأمراض الأخرى المرتبطة بارتشاح الأمعاء مثل أمراض المناعة الذاتية ومرض كورون والتهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون العصبي ومرض التهاب المفاصل والتهاب الأمعاء والتهاب المفاصل الروماتويدي والخلل الوظيفي للكبد والحساسية من الغذاء والأكزيما والصدفية وقصور البنكرياس وحب الشباب ومتلازمة التعب المزمن ومرض السكري.